أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. بقى هيك يا أبو عبادة بسيطة. طلعت بالأخير أنا البعزة أوعى بصرف لك بصوتك هون وهون ما بسيطة. إيش علي يا أبو عبادة بسيطة؟ قولك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولك كل اللي قلنا لك يا حرمي امسكي إيدك شوي، امسكي إيدك، يعني عرفي حالك إيش عم تصرفي، عرفي حالك إيش عم تشتري، بعزة زيادة بلاها، شغل ما في، شغل دائر كتير، مثل ما قلت لك، من بكرة مصروف ما رح أعطيكي غير الربع، الربع وبس، شغل ما في، لوقت ما يرجع الشغل مثل ما كان، وأنت وولادك ارحموني من طلباتكم بقى. قولك إذا المصروف هلا على وضعه هيك يا دوب عم كفي راس براس، بدك نشف أكثر من هيك، بدك تعصى أكثر من هيك لساع على الربع؟ أم عبادة، مرقي ليلتك على خير عم بحصل لك كرمالك ها، يعني شو بهون ال 400 تيرا؟ في ناس ما عم بلاقوا خبز ياكلوا، 400 تيرا كويسات كفوكي بالشهر وزيادة، بعزة أو مصاريف زيادة بلاها، يعني ما ضروري تاكلي فستق وجوز ولوز، خففيهم شوي، 400 تيرا وزيادة، وتصبحي على خير وحاجبة، تصبحي على خير. وأنت من أهله، نام. نوم الظالم عبادة اصلا. سمعتك يا ام حسين طويل. ليه صار الطريق؟ اخ اجري يخرب بيتك اخ. ابو عبادة، ابو عبادة قوم يلا شاساك الفطور يلا. لا لا لا، انا فطور مفطور، انا فطور مفطور، تركينا من الفطور، نحن ما كنا نفطر الفطور قال، خلاص انا بظبط، انا بظبط الفطور ما عرفتي، انت روحي فقي اولادك بس، روحي فقي اولادك انا بسوي فطور. قال مالي عليهم عتب عتبي على حالي، قال مالي عليهم عتب عتبي على حالي، هم الجدايل شقر، هم الجد، اوف، هذه ما في مي، اوف لك ما في مي؟ كأنه مي مقطوعة؟ مي مقطوعة يا جماعة؟ يا هوب يا ناس يا عالم مي مقطوعة؟ لحظة، كأنه صوت في حدا بتواليت. ايش عم تعمل بتواليت عندك بلاك؟ لا ايش بعمل واحد بتواليت يعني؟ يعني هلا هاد سؤال بنسأل، ايش عم بعمل يعني؟ بالك عم بتثقف هلا، بس قل لي ليش ما في مي مقطوعة؟ ايه انا سكرت اللولاب، ما حاجتي مصاريف، خربتوا بيتي، يخرب بيتكم، لسا واحد طالع واحد داخل، بتقولي مي مفتوحة؟ طول بالك رح اجيب لك عنيت مي عشان تمشي حالك فيه، خرب بيتكم. عنيت مي، عنيت مي، ولك هلا بدك تصير ابو نجيب على حظي؟ يخرب بيتكم. اسمعوا لك، عنينا ما لقيت، عبيت لك هذا فيه شوية مي، سوق مشي حالك فيه وتستعملك الله، عيف الباية عشان تدخل حدا من اخواتك يستعملون بسرعة. لك، ولك هلا هي ايش هتكفي؟ على فكرة هذا اسمه بخل ها؟ لا ما هو بخل، انا مالي بخيل، انا حريص، وسده لابوزك لانه كلمة تانية اذا بتحكيها رح ادخل اخذ مي واخليك تطلع بدون مي، بسرعة. لا لا خلص 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 خلص، انا اسف انا اسف، اقطع بدون مي اه، ايش بهي؟ بتكفي وزيادة. ايه وبعدين؟ ليش ما عم تاكلوا؟ يلا يلا كل يسمي بياكل يلا. بس سؤال، وين الاكل اللي عم بتقول عليه انت؟ ولك استغفر الله العظيم يا ولد، ولك لا تبطر عن نعمه ابني، لا تبطر عن نعمه. ليك زيتونه لما زيتونه هي، شوف شوف زيتونه لما زيتونه. بعدين كل البحوث العلميه اكدت انه جسم الانسان ما بيحتاج غير ل 20% من الفانتاسيوم مثل البلاتاسيوم مثل الكالتاسيوم المهم اللي موجود بالزيتونه يعني، وبده شوية خبز يلي هو متوفر فيه رطحين، يعني هدول النوعين هلا قادرين حتى يعيشوك 10 ساعات كاملة على اجريك. الا شو التبذير؟ لا شو تبذيرك ابني، خاف من الله شوي. اي لا بقى، هاي ما يعيش منوب، وصلت معك على الاكل ما بدنا ناكل. ايه براحتك براحتك، اللي بياكل على درسه بينفع نفسه ها، خليكي جوعانة. اسمعوا يا ولاد، ما حدا بقرب على صحن امكم، بدي اتعشى المساء، ما هو مشان شي بس مشان انام وانا خفيف، عرفتوا؟ مشان ما نبازق يعني، ما حلو البعزة. قولي يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. قولك ايش بك ايش في فلسطيني؟ قولك احنا سرقنا سرقنا في 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 حرامي داخل على البيت، غرفة القعدة والسجاد وطاولة الشاشة والشاشة كلياتهم مسروقات، الغرفة فاضية وبشوف. قولك وقف قلبي لنبالي في شي مهم رعبتيني. ما عرف انا اللي بعتهم اصلا، ما لنا شغلة فيهم. شلون يعني ما لنا شغلة فيهم؟ وين بدنا نبروك يعني؟ على الارض اسمها غرفة قعدة، بعدين علاش نتفرج على الحيطان يعني؟ ايه
ايه تفرجي على الحيطان، تفرجي ايش بالحيطان، ليش ايش بالحيطان كويسين، بعدين مشان ايش مصاريف والبعزه بلا طعمه كلها فواتير كهرباء طعمه وبلا طعمه يعني ها. ايه وبعدين يعني غرفه قاعده انا بدي اياها فاضيه، بدي اجيب كم جيجي عشان استثمرهم وبيضوا ناخذ بيضاتهم من بيعهم بنسوي لنا فيهم كم قرش، احسن ما لنا شاغلين على الفاضي على غرفه قاعده ليك قاعدين وعين الله علينا، ضروريه غرفه قاعده يعني عايشين ما بدنا غرفه قاعده. ايه بابا كمان المدير اليوم الصبح انا رايح على مدرسه قال لي اذا بكره ما بتجيب قسط المدرسه لا حتجي على مدرسه طاول، لانه صار تاخرنا شهرين عليهم ما عم ندفع، وصراحه انا استحي من رفقاتي لك اساتذه اكل وشي كمان. استغفر الله العظيم، يعني برحنا ناكل لقمه بهناها نزلونا اياها بهناها يا اولاد، يعني شو اشكال هالمصاريف الزايده؟ بعدين انت منين تعقلي بهالقصه؟ لسه كل سنه في قسط، كل سنه في قسط، كل سنه نروح ندفع هذيك الحسبه كرمال يدرس بس. اسمعني اقول لك بطل المدرسه كلياتها، ما انت هيك موجه قطع شي طاول، انا برايي تبطل المدرسة برأس الحارة تحت في مغسلة سيارات، تنزل لعندهم كاتبين بدهم أجير، تنزل تشتغل عندهم تاخذ أسبوعية، قلب حالك شوي اشتغل صرت رجال مالك ولا تساعد أبوك ما نعمش. أوري 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 خرب بيتك من حالك على آخر عمري، أنا ابني يشتغل أجير بمغسلة سيارات أوري. إيه وأنا كمان بابا، وأنا كمان صار بدي لبس جديد، يعني يعني هالبلوزة وهالبنطلون هاد قلعت فيهم عيون الناس كلياتهم، ولك استحي من حالي كمان، لك عم بروح على المدرسة، رفقاتي صاروا يتمسخروا علي، الأساتذة صاروا يتمسخروا علي، ما عندي غير هالبلوزة والبنطلون بدي أبدلهم، يعني يا باي إذا سمحت بدي لبس جديد. ولك غبية، أنت إيش بدك من حكي الناس؟ هن عم بيعملوا هيك لأنه غيرانين منك، ولك هي البلوزة كانت لستك، وستك ورثتها من أمها، وأمها ورثتها من أمها، وأمها ورثتها من أمها، يعني هي تراث. بتصدقي هي البلوزة بعام 26 كانت آخر موضة؟ لك نانتك كانت تتحدى فيهم العالم كلياتهم بهيك بلوزة، لك حتى كمان أنا بتذكر من 60 سنة كنت صغير كانت مرته لرئيسة أندونيسيا لابسة متها. بتصدقي؟ وإيه صعي؟ امبارحة أنت مالك هون؟ إجا عامل الكهرباء وترك لنا فاتورة كهرباء وقال إذا ما بتدفعوا صار 5 فواتير ما دفعناهم، إذا ما ندفعهم كلياتهم رح يضطروا يقطعوا لنا الكهرباء طاول. شو هاد؟ ضحكتني، يقطعوها ينفلقوا ينباعوا بالعزاء، ما انا شغلت مخي وجبت لمبتين كاز وحسبت هالحساب مشان نمشي حالنا فيهم اذا قطعونا الكهرباء. لا تخاف قولي قولي قولي، بدك تعيشنا على العتمه، قولك بدك تعيشنا على العتمه، انت ما تخاف من الله؟ بعدين منين كلشتوا؟ منين جبتوا لهدول لمبات الكاز؟ ولك هدول انقرضوا، ولك هدول صاروا اثار، ولك الحكومه قربت هيك تنهي الكاز، صاروا ما تستعملوا طاولة، انت منين كلشتوا؟ منين جبتوا؟ ولك خاف من الله؟ استحي على حالك. استحي على حالي؟ الله هذا اللي طلع معك بالاخير؟ يا ستي ماشي معلش الله يسامحك، بدل ما تجوا تشكروني، ما انا عم بعمل كل هذا مشان ايش؟ موكر مالكم؟ انا عم بقنن كل هذا موكر مالكم؟ بالاخير رح يبقى لكم، انا شو رح اخذ؟ ما رح اخذ شيء، واذا بتخافي من العتمه، انا كنت مخبي شمعه لما ولد عبادة عملنا له عيد ميلاد، تذكر اول عيد ميلاد اجى عملنا له عيد ميلاد وجبنا شمع بوقتها، جبنا شمعة بيضة هيك قدها، انا قمتها بهذيك الايام، هلا بطلع لك فيها عشان ما تخافي معك، بعجب وين حطيتها انا؟ قولي 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 قلت لها مخبيه، ولك لهذا مخبية، ولك هيك اتعنم يقف مع عبادة كان عمره سنة، ولك قرب يتجوز، ولك قطع شعري، قلطه مخدودي، ولك وين اروح بحاري يخرب بيته؟ ايه والله ما يعيشه، ولو والله ما يعيشه. لحظة، انتوا اللي عم تشوفوا الفيديو هلا، حطوا لايك، ايه وخليه يشتركوا كمان، خليه يشتركوا، ليكني عم بقول لهم، واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى نصل ل 400,000 أسرع وقت، وتحت بصندوق الوصف تركنا رابط حساب الانستا، كلياتكم تابعوا حسابنا على انستا تابعونا، عم ننزل ستوريات كتير حلوة، فكلياتكم تحت بصندوق الوصف في رابط حسابنا الانستا، تعوا تابعونا هنيك، واشتركوا بالقناة حتى نصل ل 400,000 أسرع وقت، ولكن نخلص من العيشة اللي بتقرف، أنا عيشتي بتقرف يا ابن الصرامي، تعال أفرجيك، ما قصدي ما قصدي ما قصدي. انتي ايش عم تعملي عندك ام عبادة؟ وش عم تاكلي بهالوقت هاد؟ سامحني ام عبادة، والله 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 من جوعي رح اموت من جوع، والله شفت خبزة بس شفت خبزة بس، والله 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 شفت خبزة بس، والله 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 شفت صغيرة، والله 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 يا لطيف يا لطيف، شو بك؟ شو عم يصير معك؟ شايفة كابوس تيقوم؟ لا مين كابوس؟ انت مين؟ انا مين؟ انا مين وانت مين؟ الى خير لك، واضح انك ما فيك شي طاولة، خليكي خليكي متسطحة ام عبادة، انا رايح اجهز الفطور واجيب انده عليك، خليكي متسطحة. لا وقف عندك، انا فطور مفطور، انا بجهز لك اياه خلال ثواني يكون الفطور جاهز، انت واقف عندك واقف عندك. الحمد لله الحمد لله، غرفة القعدة والشاشة وطاولة الشاشة موجودات، الحمد لله
كان حلم بايخ. وهي كرمالك بس يا عبادة، ما رح انقص من مصروف البيت طاول 5000 ليرة مثل ما هنن، وانا ان شاء الله رب العالمين برزقني بظبط وضعي وما بنكسر. اتفقنا؟ لا 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 والله لا والله كلمتك بتنكسر يا عبادة. 5000 كتير، 5000 ايش لنا فيهن؟ عم صعب زيد كمان. لا 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 والله انا ما رح اخذ منك غير 4000 ليرة. لا والله حتى 4000 كتير، خلاص رح اخذ منك 2500 وزيادة. اسمعي يا عبادة، انا فهمان عليك يا عبسخري، امسكي 5000 ليرة حطيهم جيبك، ليرة فون مالي عطيكي، فهمية بقى، بس يصير معي بعطيكي، امسكي بقى. لك لا والله ما عم بتبسخر، عم بحكي معك جد وجد الجد كمان، مالي اخذ منك غير 2500 ليرة وزيادة، ما انا كنت عم باخذ 400 ليرة بس، 2500، الف حمد وشكر لك يا رب، الف حمد وشكر، ايه ما قلت لك، تفطر زيتون وخبز ابو عبادة؟